وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقالت تلك الجماعة الماكرة واللئيمة من اليهود بعضهم لبعض سرا وفي الخفاء: ولا تؤمنوا إلا برسول يأتي متبعا لدينكم، ولا تصدقوا ولا تثقوا ولا تطمئنوا إلا لمن كان على ملتكم. قالوا ذلك من باب الغرور والكبر والشعور بالعظمة والكمال الذي يملأ نفوسهم، وقالوها سرا لأنهم جبناء ولا يجرؤون على المواجهة. وإذا تأملت في تلك الآية الكريمة ثم تأملت في قلة من يسلم من اليهود مقارنة بالنصارى وغيرهم علمت السبب: لأنهم يعلمون الحق ويصرون على الباطل. قل لهم أيها الرسول: إن الهدى هدى الله، فالهدى عطاء إلهي، وسواء كان النبي عربي أو يهودي فهو ناقل لذاك الهدى، فهدى الله عز وجل ووفق المؤمنين للإيمان الصحيح. أما أنتم أيها الماكرون والمخادعون فقد انقطع عنكم الهدى والتوفيق. أظن تلك الجماعة الجاهلة أن العلم لا يكون إلا منهم وعندهم، فقالوا: واكتموا ولا تظهروا ما عندكم من العلم للمسلمين. وكأن الله خصهم دون غيرهم بالنبوة والكتاب والعلم والشرف، وحتى لا يكون عندهم حجة قوية يغلبونكم بها عند ربكم يوم القيامة. وهذا من شدة جهلهم بصفات الله تعالى وأنه عز وجل يعلم السر وأخفى. قل لهم أيها الرسول: إن الفضل والعطاء والأمور كلها بيد الله وتحت تصرفه، يؤتيها من يشاء، والله واسع عليم. واسع الفضل، كثير الإحسان، يسع بعلمه وعطائه جميع مخلوقاته، عليم علم مطلق، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، عليم بمن يصلح للإحسان فيعطيه، ومن لا يستحقه فيحرمه منه. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله